ولم يزل الإمام باكيا حتى دس إلي السم في مثل هذا اليوم. أجركم الله، سرى السم في بدن الإمام زين العابدين كأنما يشرح بالمواس ويقطع بالسكاكين. عرق جبينه يا الله. اكو احنا عندنا روايات في البكاء، واكو عندنا روايات في الصراخ. الامام الصادق يقول اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت من اجلنا. عرق جبينه وسكن انينه، غمض عيناه يا الله، ومد يديه ورجليه، وقضى نحبه مسموما مظلوما، أين المنادي وائما، أين المنادي وسيدا، أين المواسي باللطم على جبهته. أنا ابن رسول الله في كل موطني، بنا أسس الإسلام والدين قد بني، وبعد استلام الناس عتبة مسكني، أقعد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير. فيا ليت أمي لم تلدني ولم أكن يزيد يراني في البلاد أسير. أخذ الإمام الباقر في تجهيز أبيه، لما وضعه على المغتسل اعتزله ناحية وأخذ يبكي. قال له أبو حمزة: سيدي، أنتم تأمروننا بالصبر على المصيبة، ما هذا البكاء؟ قال له الإمام الباقر: يا أبا حمزة، لما وضعت أبي على المغتسل رأيت آثار الجامعة في عنقه، والقيد في يده، والغل في ساقه، وألي أنشدك يا علي السجاد ليش اسود نمتونه، أظن طول الدرب في الصوت كل ساعة يضربونه. مع هذا الإمام زين العابدين غسل كفن، صلي عليه ودفن، لم يبق كما بقي أبوه الحسين مطروحا على رمضاء كربلاء. عادت الميت يحضرون أهله، هذا جايب ماي ذاك يغسله، هذا جايب جفن ذاك يفصله، هذا يحفر قبر ذاك ينزله، آية عاد المجروح بكربله.